أمل اللي بتصل أخوها وأخوها بيقطعها قاسي القلب. طيب أنا بأدي الذي علي، لا اسم علي، هو مصر على القطيعة. طالما أنا ما عملتش حاجة، أخذت حاجة مش بتاعتي، أخذت شيء هو له وأنا اغتصبته أو خدته، أخذت شيء ليس من حقي، فأنا في الحالة دي لو أنا ما عملتش كده، لا أنا أحسن إليه، لكن ربما يكون موقف هو ما بيسامحش بسهولة، لكن أنا بحاول أنا أستسمحه وإن أنا أوصل وأوده، يبقى أنا لا إثم علي لعدم استجابة الأخ، بل أنت مأجورة وليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها، فأنا بوصل وهو بيقطعني، ده ذنبه هو. عشان كده في رجل راح للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له إن لي قرابة أصلهم، أنا بوصلهم أصلهم ويقطعون، وأحسن إليهم ويسيئون إلي. يعني بوصلهم مش عايز زي حالة أخوك، وأتعامل معهم بالحسنى لكنهم يسيئون إلي، وأحلم عنهم أكون صابر على تصرفاتهم ويجهلون علي. فالنبي قال له عليه الصلاة والسلام لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، المل اللي هو الرماد، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. يعني انت فيك معك تأييد الله ومعك نصر الله، ليه؟ لأننا طائع لله سبحانه وتعالى.